ابو فضل استاذي، سؤال، لو كنت انت تحت قبه البرلمان، هل بتكون هادره دولك نفسها انك بتكون والله الحكومه عليها ضغط وكذا؟ احنا كمجلس نواب مدرس والحكومه هم الطلاب، مدرس يقول للطلاب انا بعطيك امتحان وهم يلاحقون، لا لا ما نبي امتحان زياده، لا ما نبي شيء زياده. لا اخواني، طبعا اول حاجه لازم يكون في توجه. احنا توجهنا كمجلس نواب اللي كان ابو فضل موجود هو في يوم من الايام تحت قبه هذا المجلس، هو التوسع في الصلاحيات، ما نخلصها. هذه الصلاحيات، السؤال النائب لما يسال الوزراء سؤال بهدف شنو؟ معرفه بعض المعلومات في اختصاصه، في عمله، في مجال عمله. ما اسال ناس الى شخصيه. النقطه الثانيه، احنا لما نسال هذه النقاط ترى مو فقط لمصلحتنا احنا، ان انا كنائب توصلني هاي المعلومات، ايضا لمصلحه من مصلحه الحكومه، مصلحه الوزير. ياما في اسئله الوزراء هم اللي اخذوا شنو؟ اخذوا الاسبقيه في طرح معلومات، في طرح اخبار جديده، في طرح كذا. فاحنا ليش يعني نشوف الجانب الحكومي دائما اي شيء فيه توسيع صلاحيات النواب هو ضد، هو ضد، يعني الحكومه تكون ضد هذا التوسع، في حين ان التقليص ما شاء الله عليهم. النقطه الاساسيه الان هي هل تسقط او ما تسقط؟ لا، خلها تكون موجوده. وش من الهدف لما تسقط؟ هل الهدف انه والله اوتر انا اسقطها وخلاص، يعني افتكيت من حمل زياده، من اسايمنت عليه، من واجب زياده عليه اسقطها،